السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. اليوم ما شاء الله يا ربي عندنا لكم واحد الفيديو سبيسيال مع أم يامنة وتيتي. شفتي أميمة؟ دهزت أميمة، جبتو بيديا خويا زكريا صيفط ليا، وإن شاء الله ما تصوروش وين حنا غاديين، والوجهة راه حنا غاديين ليها، وبينكم إن شاء الله يا ربي تكونوا واقفين معنا بالتفكير ديالكم بالاراء ديالكم شنو غنديروا شنو غنديروا بهاد الفلوس. وما تصوروش شحال عطاها، دابا غنحسبها قدامكم والله العظيم. يا سيطا مسكين معكم اميمه ماشي بيخليهاش تخرج بزاف، قال لي سير اخويا سير هزها نتايا. شكرا لك اخويا زكريا، راك عزيز وغالي والامانه هي في يدي دابا ان شاء الله يا ربي. المهم شنو اميمه؟ والله مع زكريا، الله معاه، الله معاه اميمه. اميمه ما تحنيش، قال لي قال لي السلام هذا عيط ليا ما تحنش. قلت له شنو قالك؟ شو قالك؟ اللي بغاتها اميمه خذوا هذا، والله الا ديال الهضره اللي سمعت منه. قلت له شنو؟ قال لي اللي عجبها. ما هو عنده شويه العربيه معكله، قلت له ودي شي فهمت شي ما فهمتوش. المهم تشري سيرتي خسرات، هذا الشيء اللي كاين. واش كتقولي لا اميمه؟ ان شاء الله متتبعين صراحه هذا الفيديو، هذا غادي تشوفوا فين غادي نمشي وغادي تشوفوا ياسين فين غادي يدينا. صراحه خليوها لكم مفاجاه. دهازك دهازك غادي ندهزو اميمه باش تعرفوا. والله اخوتي لا غادي ندهزو اميمه دابا. دعيو معانا، دعيو معانا ربي يسر لينا، ودعيو معانا ربي يكمل علينا. واختي اميمه دابا بحكم عروسه راكم هادشي لاوروبا، واش شنو هما الحوايج اللي غتحتاج تمايا؟ راكم عارفين الزواج ديال المغرب راه ماشي هو ديال تما، مازال حنا المغرب كتبغي التكشيطه، كتبغي القفاطن، كتبغي اوروبا، عاوتاني شويه فهمتيني كاين الفرق. وهذا ما كان. والمهم تيتي شنو قال لك المشاهدين ديالك؟ وبصراحه الله غنبغي نشكر المتتبعين ديالنا اول حاجه على الدعم ديالهم لينا وعلى الوقفه ديالهم معنا. بدا خاتي من راه العرس هذا. الله يخليكم عينا النهار كيف ما كتشوفونا لابسين وموجدين الحمد لله يا ربي. غنمشيو باش ان شاء الله يعني نوقفوا مع اختي اميمه بحكم انها يعني ما عرفاش واول تجربه. صح. واش غنقول كتجي قاصحه اول تجربه تتكون ما عرفاش ما كتكونيش عارفه، ولكن انت اختي معايا فاش كتجوجي ما كتكونيش عارفه، فاش كتولدي ما كتكونيش عارفه. بزاف د الحوايج كيمر منهم الواحد ما كيكونش عارف، ولكن الحياه كتعلمو. والحمد لله الحياه علمتنا حتى حنا تزوجنا الحمد لله وولدنا وليداتنا، وغادي ان شاء الله نفيدو اختي اميمه في العرس وفي الوليدات وفي كل شيء غنفيدوها. الشكر تيرجع حتى للمتابعين ام يامنه باش تعرفي راه هما مساكن بالاراء ديالهم بالافكار ديالهم بالوقفه ديالهم. الناس كتتصل، الناس كتبارك، التليفون ما تيسكتش والله ما تيسكتش. عرفتي كيصوني التليفون ديالي ويصوني التليفون تيتيش، ما عندنا ما نقولو والله العظيم. دابا كيف ما قلنا لكم عافاكم في الكومونتيرات، قولوا لنا شنو هما الحوايج اللي تقدر تحتاج اميمه اليوم ضروريين، واخا حنا راه عارفين ولكن الا زدتو نتوما. انا بعدا اول حاجه نقولها للمتتبعين وكنصيحه اختك يعني قريبه منك. برافو عليك تيتي. شوفي انت غادا لاوروبا يعني ماشي غاتكسي هنايا في المغرب. حنايا تبارك الله يعني المغربيات وداك الشيء كنعرفوا الدهاز خصو يكون مطقطق. السلام عليكم. انا كنقول لاميمه يعني دير دهاز خفيف باش الا بغات تديه معاها راه ما غاتبغي تخلي حتى حاجه، كلشي غايجيك زوين وكلشي غايجيك. والكادوات اللي غايجيوها من العائله والعائله تبارك الله. واش عرفتي عائلة خالتي يمنى؟ كثير كثير ما نعاود لكم تحيه اليوم باش غادي نبقى في الحال والله العظيم. الا ما غاتنساش حتى شي واحد. شحال من ملايين جات. عرفتي راه غايدوز عرس عرش الحاوي امازيغي اطلسي 100%، وغتعرفوا خالتي يمنى علاش قاده. اشنو خالتي يمنى؟ غتبدلي معنا خالتي يمنى. الله يحفظك. الله يسهلك. حنا واحد ام يمنى والله. في هاد الظروف ما قدرتش نسمع فيها. انا عارف مسكينه. كيبات معنا متسبين وجلس معنا وقسم بينا وكيتديبلاصا بينا واش غنقول لك؟ ضروري. بوحديتو. الله يخطيك. انا كنعطي تحيه للمالين الدار ديالي يعني مساكن عاطيني الطوموبيل الفلوس. شوف ياسين ميامنه وميمه وتيجي ما تفوتهمش. اليوم حنا وتهما عزازين عليا. الله قسم الله يخطيهم. المهم معزه بيناتنا. دابا ان شاء الله الفلوس هي هذه اللي تصيفط لي زكريا هذا الصباح، وهذه ان شاء الله باش غندهزو اميمه. وهذه الفلوس ان شاء الله قال لي كلها غتخسرها اميمه، ما بغيت ترجع منها حتى شي حاجه. دابا قولوا لي شنو الحال هنا؟ غنبدا بك تيتي بصراحه ما تكذبيش. مليون وشي حاجه. انت اخرتي منها شحال في نظرك؟ هاد الفلوس كثيره باينه هكا مليون صراحه. المتتبعه راه غادي زيد عندها زيد عندها شدها. نشكركم معكم كلشي. شنو اخرتي منها تما؟ لا لا ما اختش الكذبه 100 ونقول. ايوا هضري قولي شحال. قول داك الشيء علاش قدي؟ يمكن غادي تكون هنا تكون هي 160. علي اخرتي منها وي اميمه. وي اميمه بلاتي بلاتي. الله مع زكريا من هنا
حتى لبلجيكا. والله ما على لاله حبيبه الام ديالو وخوتو كاملين اشرف وابو بكر ودنيا حباب وجيرانو. هادي جهاز اختي اميمه. شكون اللي غيشدو امي العروسه ولا مت العروسه؟ غاتجي حدا امك اميمه. انتي ويا هادي الامانه انا غنوصلها خويا لبلاصتها مع واحد الله. ها جوج كلشي يمشي معايا. ها ثلاثه ها اربعه سيروا معايا. ها خمسه ها سته ها سبعه ها ثمانيه تسعود عشره 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 هذا شي ماما كان ليا انا اللي غلطت. هادي ما تنساش شي تشا ميمه. لا ما نبغيش. لا ميمه لا انا دابا بنتي هادي هادي راه هادي بحال بنتي. امين الله يكمل لك بالخير ان شاء الله يا رب تكون حتى هي يا رب تخلي لنا الفيديو ديالنا. شوف انا شوف انا الطلب اللي كنطلب من اميمه انا واقف ونجري ونتقاتل حتى دوز العرس ملي نهار الاسبوع ديال تيتيش نبغي اميمه تحضر. ملي نعيط لك ديري اي ما تقولش خويا ياسين عيطوا لي الخدمه خويا ياسين بروغرام هذا اختي دهازك الامانه خويا زكريا راني عارف كتفرج فيديوهات ديال الميامنه الامانه هي عند الزوجه ديالك. دابا ان شاء الله يا ربي غنقبضوا الطريق ديالنا لواحد الوجهه عند واحد الناس عزاز عزاز بزاف. وأميمة تبارك الله غادي نصايبوا لها داكشي زويون وتبعوا معنا الفيديوهات من التالي حتى الاخر باش نعيشوا معكم كلشي. راك وعدناكم باننا ما غنخبيو عليكم حتى شي حاجه كلشي غنشاركوه معكم وراه الوقفه ديالكم والمسانده ديالكم ما غاديش نردوا لكم واخا ما عرفت شنو. ومرحبا بكم شوف خميلو خميلو فين غنمشيو. قولوا لنا الوجهه اللي راحنا غادي ليها باش أميمة ندهزوها غنجيبو لها ميامنه. ما خصنا نساو حتى حاجه لان الوقت دابا ما بقاش عندنا. هاد المشي اللي غنمشيو غنجيبو الطوموبيل عامره ان شاء الله يا ربي من التقشيره حتى للمشطه. الله يسلمك ويسلمنا بخير وعلى خير والله يجيب اللي فيها الخير. وهادشي اللي غادي نقولو لك صافي مستعدين واجدين. شكون حنا؟ حنا اسبوع عندي راه في مين كتجلسوا؟ شكون حنا ميمة؟ لا انتوما لا فؤاد انا السبع المهم جمعنا الباكتاج واحد الفكره نسيت ما قلت لكمش واحد القضيه. ريان غنخليوه مسكين هنا غيجلس في الدار ماشي في الدار المهم غيجلس في الدار ديالنا في ازرو. غنمشيو حنا واخا غنتعطلو شويه عندنا واحد ثلاث ايام ولا شكون غيمشي معانا؟ كاين عنصر مفاجاه تاهو كاين واحد عنصر مفاجاه غيمشي معانا. شكرا اختي خصها مسكينه اللي قالت لي واخا عندي هيا نشدو لك وهذا حنا ما كديرش عليه الشغل نهائيا. انا ملي كنخليه مع حفصه والله الا بحال بحال عرفتي ما بحال ما انا بحال ما خليتش بحال ديت معايا ريان والله العظيم. دابا متابعينا الكرام كما كتشوفوا معنا تيتيش الفليزات دارتهم في الميكا على تيتيش تيتيش دابا شوف الحمد لله ملي ربي دابا رزقنا خصك تبقى تلبسي كسوات بحال هادو باش الكرش ديالك ما تكونش معذبه ولا لا ما تعذبيش هكاك فهمتي ما تزيرش على كرشك. انا كنرتاح بالكساوي راه حتى ديما رخات ها انت مرخيه وتا الا حيتها كاع تكون مزيانه. لا لا زوينه متتبعين هذوك السيوات الصراحه الله زوينين ومرتاحين وغنشد بهم الطريق ان شاء الله يا ربي وغنروح مع اختي ونتمناكم ان شاء الله يا ربي تقولوا لنا الحاجات اللي ضروريه في الدهاز قولوها لنا ان شاء الله يا ربي. ودابا كما قلت لكم غنساو السي الياس اللي كيحماق عليا انا وتيتيش قالك اخويا ياسين بغيت نمشي معاكم وحنا غنقضيو الغرض ولكن توا غنديوه معنا حيت عزيز علينا بزاف. ومرحبا بك السي الياس وشنو كتقول لمشاهدينا الياس؟ تحيه للمشاهدين اللي كيتابعونا من داخل الوطن وخارج الوطن. حنا واقفين مع اختي اميمه ان شاء الله تمشي تجهز راسها
وتيتي شرا دايره معها واحد المجهود كبير صراحه الله، والهلا خطاها عليها. وتحيه للمشاهدين اللي كيتابعونا. برافو عليك السي الياس. يلاه تيتي شوف الباكتاج ديالنا هو هذا، الصاك ديالي انا وتيتيش، هادو حوايج ما تتعمل هنايا. هذا غنديو الحفصه باش نخليو لها رايان، نخليو لها الحوايج درايان. هنايا تيتيش كتوكل لرايان شي حويجات هنا، شنو كتوكل؟ هذا العدس الاحمر مطحون كنديروا له مع دانون، كل نهار كنعطي جوج معالق منه باش يعاونوا في فقر الدم انا ونمشي منه. راكم عارفين الوليدات ما كيبغيوش ياكلوا صراحه الماكله اللي كتكون صحيه. هذا مشكل عندي مع رايان، ولكن دابا ان شاء الله نبقى معاه ما غاديش نفرط في ولدي ان شاء الله يا ربي. راني دايره له التحاليل، تندير له التريتمون دو ديالو، ما غاديش نخليه. برافو عليك تشمو يا منى. دارك دارك مريقله مغيزه مجموعه ناضيه. الوالد تيصوني. جاوبي هاتي تقول احنا خارجين دابا. الو امي ولو دابا دابا السي الياس. يلا ان شاء الله يا ربي. فين هو الصور ديال الطوموبيل؟ ها هما. ياسر عندك تليفون؟ سير اخويا الياس هاكا ربي يعاوني اخويا الله يحفظك. التليفون ديالي، التليفون ديالي فين هو؟ تليفوني عندك يا ياسر؟ لا لا تليفونك ما عنديش اختي. شوفي عندي ياسين، كان عندي ياسين. يلا يلا سيدي سير اخويا الياس. سير اختي اميمه هذيك على بركه الله، الدار غنسدوها غيبقى فيها با محمد. ايوا دعيو معنا اخوتي الله يوصلنا على خير وبخير. ورا بالله بكم ما كاين حتى شي حاجه والله القسم. لا يا سيارة نزلك انا، لا ولا سيارية الله ودي سمعتيني. بلا بكم اخوتي راه ما كاين والو والله، ما كاين والو بالله القسم. ما جبتش ديك الشكاره هكا ياك؟ ديك الشكاره دجين بزوينه كتعجبني. كتجي بلا بها، كتجمع فيها الصور الطوموبيل، كتجمع فيها الاوراق الطوموبيل، ما يمكنش انا نمشي بلا بها. برافو عليك تيتيش. يلاه مو يمنى عم كتقلبي. يا سير اختي اميمه داك الشيء كلشي يكون في الطوموبيل. ما شاء الله نشوف. يلا الاجواء هي هذه، هاكا غنبقى مع المشاهدين غنخرجوا. ياك هاكا يا تيتي. ها يلا التليفون دابا ما راهمش. هاكاك تعاملوا بعفويه. اجي اختي يمنى فين كتقلعي بجوج؟ والله اختي يمنى جبتي التليفون. قلعه بارده. برافو عليك يا اميمه. برافو عليك سير يا اميمه. قالت لكم ايما كاين، خلينا الدار مجموعه، خلينا كلشي نقي. البابا مسكين غيبقى هنايا، وراكم عارفين عاوتاني خاصو تا هو الماكله ديالو يكون لاقيه واجده. شحال حتى ياكل برا واخا هكا كان متصبين. حيت دابا ما غاديش نكونو. ما تيقش ديك الماكله برا والله. حيت دابا ما غنكونوش صراحه الله صعيب الحال. جداتي واخا تشوفو هكا جداتي مسكينه. يلا مشاهدين بيلوا لنا شحال كتبغيو تيتيش وياسين هنا في هذه المناسبه، غنعرفوكم شحال كتبغيونا. راك حماق عليك. المسانده والكومونتيرات شوف يكونوا غير واعرين. بغيت الكومونتيرات ناضيين. كومونتيرات يكونوا بحالكم المشاهدين الله يحفظكم. شوفي كنت غنسى دوايا. ويلي 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 ويلي. كنت غنسى دوايا. فين هو الدواء اللي خرجت الطبيبه تيتيش؟ هنا الدواء. عادي هذا الدواء زوين، هذاك الدواء ناضي. قال لك هذا كيساعد يعني يثبت الحمل. البنات اللي بغاو فهاد الاول هذا كيثبت. تيتيش كيفاش لقى ديك بويا هذا الخاتم؟ صافي تصايب داك الشيء؟ لا الخاتم هذا المارياج كيجيني دابا غير واحد لا. مشكلة. لا مشكلة. لا لا. دابا عرفت ولا عرفت؟ خاتي يا منى. بقيت المتتبعين من الخطوبه دوينه. انت عندك الامانه. الناس اللي غادي عندنا. برافو. كتعجبني انا خاتي يا منى. الامانه كتوصل لبلاصتها ما كاينش. داك الشيء اللي كاين ياسر. ديري يعني تما داك الساك غنديرو فيه الليد، غنديرو فيه صبابطنا، غنديرو فيه داك الشيء اللي صافي. دابا اميمه بغيت نعرف انا واحد القضيه. دابا انت راجلك دهزك تبارك الله 10000 درهم والصداق 10000 درهم، هذا غادي غير ب 10000 درهم. هذا شاد لوتورود هذا وماشي لوتورود المغرب، شاد لوتورود ديال المانيا. كيقول شوف المانيا لا لوتورود بلجيكا فيها هذا السرعه ما محدوداش والله العظيم. دابا بالنسبه لبيت النعاس وداك الشيء واش نصيفطوه من هنا ولا شنو؟ ان شاء الله خويا سلم عليك. جيلالي خويا الجيلالي صيفطنا شي بيت نعاس لاميمه. كاميمه دابا ما فكرش بيت نعاس لماريو. المهم ياسين قطع ان شاء الله. قطع ان شاء الله. تيتيش ما غاديش. علاش تيتيش شنو؟ كملوا على واحد كامل مشى. وين امو تيتيش غتحيح دابا؟ لا 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 ان شاء الله. قلت له شوفوا صبروا مسبين شوي شوي راهي نرجع لك. لا والله الا صبني انا كنصور عارفاكم صبروا لنا شوي قطعوا بلاتي غنشوي ونجي شويتي وجدت اليوم. شو معي كتجي هاتي تجي ضايخه دابا يا ماشي. يلا المهم المتتبعين دعيو معنا اخواتي الله يوصلنا على خير وتهلاو في راسكم وعيشوا معنا الاجواء وفين غنمشيو وشنو غناخذوا وخليوكم معنا. مع السلامه وتهلاو في راسكم.